دكتور، احنا ليه يعني في الفقرة دي الى حد ما ممكن يكون باين ان احنا يعني ايه بننقد حضراتكم، مش حضرتك هما طبعا، متعودين على النقد كحرية عامة. عدالة، يعني حرية والعدالة يعني والاخوان المسلمين، لان احنا الجيش عمالين ننقده والثوار عمالين ننقدهم والبلطجية عمالين نحاول نعرفهم، يعني قصدي والفصائل التانية الاحزاب التانية اللي موجودة على الساحة شايفينها وكده. فاحنا النهارده بننقد الحريه والعداله في ان هي ملهاش دور. راي حضرتك يا دكتور في انه الدكتور زويل قال امبارح انه مفيش دوله في العالم، قبل مجلس امبارح. انا اول امبارح انا اسف، انه مفيش دوله في العالم مجلس الشعب هو اللي بيعمل لها الدستور. كلام الدكتور زويل صحيح، لكنه في غير موطنه، في غير محله، مع ازاي؟ كامل احترامي وتقديري للهامة المصرية الرفيعة العالية، هامة الدكتور أحمد زويل، لكن هذا الكلام في غير موطنه على الإطلاق، ازاي؟ وجنبه الصواب بنسبة 100%، لأن مجلس الشعب القادم لا علاقة له بالدستور، لن ينشأ حرفا في الدستور ولا نضع كلمة في الدستور، ولا حتى يعني المجلس اللي فات اللي كان يعني اللي حقة الفصل والنقطة، لن يصنع المجلس الحالي في الدستور فصل أو نقطة. مجلس الشعب الحالي يا دكتور زويل سيمارس اختصاصا وظيفيا نعم، كان يمارسه من قبل الملك أو الرئيس أو مجلس خط الثورة. هذا الاختصاص هو تعيين لجنة لكتابة الدستور. مين اللجنة دول؟ لحظة يا فندم، بس لجنة لكتابة الدستور، هذه اللجنة عملها ليس له أي قيمة قانونية ولا دستورية إطلاقا، تمام، لا تساوي الحبر المكتوب به على الورق، عظيم. ما لم يعطي الشعب هذا المشروع الشرعي الذي سيكتب الدستور المصري ويضعه ويمنحه السلطة والقوة هو الشعب المصري في الاستفتاء العام. لكن لجان كتابة الدساتير هي لجان فنية تعينها الإدارة الحاكمة، سواء ممثلة في الرئيس أو الوزارة أو المجلس التشريعي بتباينات في التجارب المختلفة في العالم أكثرها نضجا وأكثرها ديمقراطية، هي تلك اللجان التي تعادلها البرلمانات. وبالتالي بننتقل من تعيين من السلطة التنفيذية لجنة تكتب الدستور إلى تعيين لسلطة الشعب لمن عظيم. يكتب الدستور. هي لجنة ما هو فنية، الشعب انتخبكم. ما أنا بقول لحضرتك ليس انتخبنا لكي نضع الدستور، نعم، إنما انتخبنا لكي نباشر مسألة التشريع نعم. ونباشر اختصاصا يعني وظيفيا. نسبة الناس اللي هتخش أكمل في اللجنة دي من الإخوان أكمل يا المسلمين فندم هيبقى قليلة؟ أكمل يا فندم. ولكي نباشر اختصاصا وظيفيا كان يباشره الملك ورئيس الجمهورية قبل ذلك بأن نعين لجنة ثابتة الدستور تمام، اختصاص وظيفي منضبط بقيم ومعايير مستقرة عظيم. في عرف الدستور المصري من 23 ولليوم، وقيم ومعايير مستقرة في كل بلاد الدنيا التي كتبت الدساتير بذات الأسلوب. عظيم. لا تملك لجنة ولا يملك جهة أن تخرج على هذه القواعد والمعايير والجديد نعم الذي يضيف لثورة 25 يناير، أنه حينما يتولى تعيين لجنة كتابة الدستور مجلس التشريع بيضع لائحة للإجراءات التي سيسير عليها في مباشرة هذا الاختصاص، لأن عظيم. مجالس التشريع الدستور ما بيقولهاش مرسي التشريع ازاي، نعم، ولا بيقول لها مرسي الرقابه ازاي، بيقول يتولى مجلس الشعب سلطه التشريع والرقابه على اعمال الحكومه كويس. ويسكت، ثم تاتي لائحه داخليه مجلس الشعب هي قانون اساسي من قوانين الدوله الاساسيه تحدد كيف يباشر التشريع وكيف تمارس الرقابه. حضرتك ايضا حينما ياتي الدستور ويقول دمان. يتولى مجلس الشعب تعيين لجنه لكتابه الدستور، يتولى مجلس الشعب في اول اعماله وضع لائحه قانون اساسي من قوانينه المهمه للاجراءات التي سيسير عليها في مباشرة هذا الاختصاص وتعيين لجنة كتابة الدستور، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة الدستورية العليا، وهذا هو الجديد عظيم الذي لم يكن موجودا من قبل، وأحدثته الثورة العظيمة المباركة في إبداع مصر جديد، بحيث ننضبط بقيم القانون والمشروعية منذ اللحظة الأولى في مباشرة العمل. تمام. وبالتالي هذا طريق أكثر ديمقراطية، هذا طريق أكثر تحقيقا للمصلحة العامة، باعتبار أن أنقل التعيين من فرد واحد إلى مؤسسة، مؤسسة منتخبة وليس معينة كرئيس أو غيره أو الملك، وبالتالي هذا أفضل بكثير جدا، ولن يكتب كلمة في الدستور ولا علاقة له بالدستور. مسألة المكونات بقى، هل اللي سيكون إخوانية أو غير إخوانية، ده كلام غير صحيح بالمرة، هناك فيه قواعد وأصول وضوابط. تمام. لابد أن يكون هذه اللجنة عبارة عن ماكرو المجتمع، تمام، أي صورة بتعكس المجتمع بكل ما فيه في صورة صغيرة، صورة 100 فرد كويس، فيه المسلم، فيه المسيحي، فيه الرجل، فيه المرأة، فيه الفلاح، وفيه العامل، وفيه الحرفي، فيه المهني، وفيه النقابي، وهكذا. هيبقوا متساويين؟ وكل الخبرات، بغض النظر عن التساوي، أنا هنا أنا لا أصنع أمرا بالأغلبية والأقلية، إنما أصنع أمرا فنيا. أنا أصور يعني هذه بس كل هذه المصريين يعني هيلاقوا اللي بيمثلوهم. هؤلاء المئة، هؤلاء بالضبط، هؤلاء المئة سيكون ممثلين لكل المجتمع بكل أشكاله، سيقسمون إلى لجان حسب أبواب وموضوعات الدستور، كل لجنة تضع مجموعة مبادئ. تمام. وليست نصوصا، مبادئ أساسية. وبالمناسبة على التحقيق إن مصر تمتلك تراثا دستوريا زاخرا
عظيم. تستطيع من خلاله ان تنجز، وبرضه وشيء متمم لهذا انه لا يوجد خلاف على الاطلاق كويس بين كل الوان الطيف السياسي من اقصى اليمين لاقصى اليسار في مصر على موضوعات الدستور وابوابه واحكامه ونصوصه ومبادئه. صح. عندنا اربع ابواب كامله في الدستور 71 لا تحتاج اللهم الا بعض التعديلات في طفيفه لا تذكر. عندنا باب النظام الحكم الكل مجمع على انه يجب ان يعدل، والكل مجمع على كيف يعدل ايضا. واضح يا دكتور. وبالتالي المساله مساله الدستور مساله ليست خلافيه. تمام. هي مساله محل توافق. واضح يا دكتور. بل هي محل اجماع من كل المصريين. تعليق حضرتك سريعا جدا للوقت، فقرتنا خلاص انتهت. كتب في المصري اليوم عن الاخوان: الشباب يموتون في التحرير والعصر العيني، والاخوان يموتون على الصناديق. تعليق حضرتك ايه؟ والله المصري اليوم انا لا اقف، انا عارفه ان حضرتك انكم قاطعين المصري اليوم وعارفين، المصري بس اليوم صحيفه مقروءه. المصري اليوم مع كامل احترامنا للصحافه، تمام، المقروءه غير المقروءه، تمام، الا ان المصري اليوم لا اقف عندك ما تكتبه لا كثيرا ولا قليلا. تمام. وبالتالي ليس ما تقوله المصري اليوم قانون. ليس ما تقوله ما المصري اليوم ما بنقولش ان القانون، انا طالبه تعليق بس لحظه بس، ليس ما يقوله ليس ما يقوله المصري اليوم انعكاسا للراي العام الحقيقي في الشارع المصري. ليس ما يقوله المصري اليوم انعكاسا للحقيقه. تمام. يعني وبالتالي انتوا متواجدين مع الشباب اللي بتموت. وبالتالي اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا من الاخوان المسلمين موجودين منذ لحظه اعلان نتائج فوزهم في قلب الميادين والشوارع، لم يدخلوا بيوتهم حتى الان. من اربع ايام فاتت وخمس ايام اعضاء مجلس الشعب كل من نجح وكل من اعلن فوزه سواء كان في القوائم او الفردي في شوارع مصر وفي الميادين وفي ميدان التحرير ومع الوزراء وفي كل وفي 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 اتون هذا الاتون كله، نريد ان نلملم ما استطعنا ان نلملمه حتى ننطلق لبناء الدوله وتمارس الدوله بمؤسساتها. سؤال اخير اتفضل. انا بدون قطع كلامك معلش برضو، يعني مصر اليوم خلاص احنا عارفين ان جريده مصر اليوم حضراتكم بتحبوهاش. طب الدكتور مش قصدنا ما بنحبهاش، احنا بنحب كل الصحافه. لا الدكتور علي السلمي برضو في المصري اليوم اتفضل. هو اللي قال على لسانه بقى انه تعامل مع القيادات الخاصه بالاخوان المسلمين او الحريه والعداله بمعنى مع يعني ايا كان يعني مسمى يعني، وانه هو النهارده على فكره المانشيت ده اتفضل ان هو بيعملوا ما لا يقولون. تعليق حضرتك ايه؟ انا مع كامل احترامي وتقديري لشخص الدكتور علي السلمي الكريم، لكن اصح له كثيرا ما قال له. اقول له يا دكتور علي ان صح أنك قلت ما كتبته المصري اليوم منسوبا على لسانك، وأنا أشك في هذا. أشك أن الدكتور علي السلمي يكون قد قال هذا. أشك بدرجة كبيرة جدا. تمام. لكن لو فرضنا جدلا، والجدل لا علاقة له بالحقيقة. نعم. من باب الفرض الجدلي والنقاش الجدلي. نعم. أنه قد قال هذا، فأقول له يا دكتور علي هذا غير صاحب المرة، وأنا واحد ممن تعامل معك وغير كثيرين، وأنا أقل الناس في الإخوان. بالعكس نحن لا نقول إلا لا نفعل إلا ما نقول. تمام. ولا نخرج إطلاقا عن نعبر عما فعلناه إلا بأقل القليل من هذا الفعل. تمام. لسنا نحن يا دكتور علي الذين نقول ما لا نفعل أو نفعل ما لا نقول. في الأول وفي الآخر ده كلام أحمد عز. ده كلام أحمد عز لو تفتكر. أيوه. في آخر مؤتمر. أيوه. للسياسات لما قال الجماعة. أيوه. نوابها الذين يفعلون ما يقولون ويقولون ما لا يفعلون. لا يا دكتور. تمام. علي لا تكرر كلام أحمد عز مرة ثانية. تمام. طيب دكتور احمد ابو بركه المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله، نورتنا يا فندم، والف مبروك على النجاح اللي حققته في الانتخابات. نتمنى برضو التوفيق ليكم والحقيقه يعني لكل المنافسين، حتى نتمنى التوفيق لمصر بشكل عام في الاعاده وان شاء الله في المرحله الثالثه، وادعوا لنا انها تكتمل على خير يا رب. الله يبارك فيكم، وانا اتمنى منكم الدعاء لمن ابتلي يعني بحمل المسؤوليه وأمانة تشريف الشعب له باختياره في هذه المرحلة، فهي مسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة. كل دماء الشهداء، كل الجهود التي بذلت لأجل هذه الثورة، وهي مش في هذا الجيل فقط بل في كل أجيالنا كلها بالكامل، بأننا أكثر من 500-600 سنة بنحلم بالحرية وبالعدالة وبالتنمية وبالريادة، وقدمت تضحيات لا حصر لها في كل الأجيال من أجل هذا الحلم، هي مسؤولية ضخمة وكبيرة وأمانة عظيمة وثقيلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يقوي ظهور من وقع عليهم اختيار الشعب في هذه المرحلة. شكرا دكتور. شكرا. أنا سعيد بكم. مشاهدينا ده كان يومنا النهاردة، وبكرة يوم جديد في نهارك سعيد. يا رب البلد تهدى. يا رب نشوف بكرة مصر أحلى. يا رب. شكرا.